يوم في الوسط لا يمثلنا، ما حدث اليوم في الوسط لا يمثلنا. سلمية 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 لبيك يا أعراق، لبيك يا أعراق، لبيك يا شهيد. شباب هاي المسيرة اللي بتفتر بها التحرير كله، اللي يحب العراق يفتر بهاي المسيرة باسم السلمية، يفتر وينادي سلمية. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. الفيديو اللي طلع بعد تتر البرنامج ما حصل في ساحة التحرير بعد أن رفض المتظاهرين في ساحة التحرير والثوار بثورة تشرين ما حصل بساحة الوثبة من تمثيل بجثة أحد الأشخاص، على الرغم من أنه يتبع ميليشيا، على الرغم من أنه قتل عدد من المتظاهرين. كل هاي الأشياء هم ما انتبهوا عليها، لكن هم ركزوا على شيء واحد، انه سلمية الثورة وسلمية التظاهرات يجب ان لا تتغير. والكل يصيح سلمية، رفضوا اي شيء يصير خارج سلمية التظاهرات. هذا اللي دا يأكدون عليه المتظاهرين منذ اليوم الاول للاول من تشرين اول الماضي. من اول ما انطلقت التظاهرات هم يقولون سلمية، من اول قنبلة غاز اخترقت جمجمة أحد المتظاهرين وهم يقولون سلمية، من أول إطلاقة رصاص حي قتلت متظاهر من المتظاهرين وهم يقولون سلمية، من أول عملية اغتيال وهم يقولون سلمية. إش قد رادت الحكومة أو الميليشيات تشوه صورة المتظاهرين، بقوا المتظاهرين صامدين ومحاولات الحكومة كلها فشلت. ليش؟ لأنه الشعب مصر على إبداء رأيه بطرق حضارية، على إبداء رأيه بطرق سلمية، على إبداء رأيه بطريقة ثورية صحيحة 100%. الشعب العراقي شعب يحب السلام، والكل يتذكر المواطن أو المتظاهر اللي طلع عبوات الغاز وقصها وزرع بها ورد، يقول أنا ما أريد عبوات الغاز، أنا أريد الوردة اللي تعيش بمصحة. الكل يذكر ويعرف أن المتظاهرين ما شالوا سلاح، ما شالوا قنابل، ما شالوا رمانات، ما شالوا سيوف، ما شالوا سكاكين، ما مدوا إيدهم على أحد. لليوم اللي دا يقتل هم فقط متظاهرين، وما زالوا يؤكدون على السلمية. الشعب العراقي والناس اللي دا يشوفونه شنو رأيهم باللي دا يصرون عليه المتظاهرين؟ سلمية التظاهرات والتظاهر والثورة بطريقة حضارية خلت الناس كله يرفع القبعة لهذه الثورة. أبو زهراء وياي؟ وياك وياك خليل. أبو زهراء من العمارة، حياك الله يا أبو زهراء. الله يحييك الله يحييك. يسلمك. تفضل خير. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سلام على قناتكم الموقرة المحترمة، القناة العراقية. سلمك ربي. ما تكلفته الحكومة تريد تغير نوع من المسار، ولا عملت نوع من المسار للمتظاهرات السلمية. ما أكثر. ليش؟ لأنه الشعب العراقي شعب مثقف وعندنا كوادر واصلة إلى مرحلة، وإحنا نشكرهم على هذا ونحثهم الى وجودهم وثباتهم على السلميه. نعم. كلفة ظروف الامر. هذا جانب. نعم. الجانب الثاني مسوح برنامج على دجله وجهه نظر يسمونه. نعم. فجايبين واحد من البرلمان. يقول نعم. والله مهما تكلف امر المتظاهرين حتى لا يطلعون مين. لا يمثلون شيء. نعم.
لا هو القانون الدولي اذا اريد نسولف به، حتى اذا متظاهر واحد يجب على الحكومه تسمع صوته. نعم. هذا جانب، احنا للاسف الشديد يا عزيزي يا حبيبي حكومه لا اهل ايران عرفت معدي احزابها ولا اهل ايران الرئيسيه ولا اهل ايران، فلهذا السبب هاي الحكومه تدفعنا ولا نريدها ولا نقبلها نهائيا. خلهم يقعدون يجلسون يصدرون قرارون زيد وعبيد، هذا الحكي الشعب ما يسمعه. نعم. هسه يسولفون بالتلفزيونات واللي ضايع، فانما يعني ما شيء صاير بالعراق. يا اخي ترى الشهداء مو هينه. الاف الجرحى مو هينه. يعني هم يعني مستسهلين الامر على الشعب مثلا. هم كلهم تشمض مو عرفت من عندي، الله وكيلك اذا يريد الشعب يقوم ويطلع، لكن احنا نريده بعد اخلاق عرفت من عندي حتى علينا يقولون هذا الشعب عنده حضاره ومثقف ومؤدب، بس ما يحسون ما عندهم مشاعر لهذا الشيء. نعم. نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر أبو زهراء من العمارة. عندي أبو أسد من البصرة، حياك الله يا أبو أسد. حياك الله فيل، حياك وحيا برنامجك الشريف. سلمك ربي، تفضل خي. عندي فت ملاحظة يعني فت نقطة. أمرني. فت نقطة هامة أوضح لك إياها. إيه. البارحة الحادثة مع هذا المندس ما مندس. وبالذبوا براس المتظاهرين بانه علقوا بالتيل، وهذه اليوم مرجعيه ابو الهول تقول هذا شيء شنيع ما شنو ما يجوز نزل دينون. هاي الشغله شلون كرمتوا ابو عزرا من سوى المجازر وذبح وعلق سيارات فيهم وحرقهم وقام يقص فيهم بالتلقاط يقول الا طاحين، شلون كرمتوا هذا شلون تدينون هذا؟ يعني شوف الاختلاف مال مرجعية ابو الهول وكلاءه، خلي العالم تنتبه تسمع بانه لا. هذا صحيح لو غلط هاي مرجعية ابو الهول. وانا اشكرك، عندك سؤال تضيف لي اياه ما عندي مانع اجاوبك. ابو اسد يعني شنو يعني احنا حلقه اليوم تحكي عن سلميه التظاهرات وسلميه الثوره اللي يؤكد عليها المتظاهرين منذ اليوم الاول لانطلاق ثوره تشرين في العاصمه بغداد وباقي المحافظات العراقيه، يعني انتم كشعب عراقي كمشاهدين للبرنامج شنو رايكم على اصرار الشعب على بقاء السلميه وعدم الانجرار وراء ما يريده الايرانيون والميليشيات من جر المتظاهرين الى حرب اهليه معهم؟ بالضبط هي هاي اللعبه هو احنا من بدينا من اول يوم احنا قلنا سلميه ولا غير سلميه وتبقى سلميه الى تحقيق المطالب. نعم. ما عدنا غير السلمية. احنا عدنا سلاح، عدنا شاتين، حتى ما يطبون يفتشونه. انا يعني يوميا فتحت التحرير، فتحت الوثبه، بين مكان بي دخيم اروح لهناك، الشيء يحتاجون هم اجيب لكم. الله مك يعني الله مكني شويه هالقاسم الله دا اودي لي ليه. الله يعطيك الصحه والعافيه. نعم. سلمية سلمية ونبقى سلمية. وان شاء الله تواقي السلميه الى تحقيق مطالبنا. نعم. شكرا 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 لك ابو اسد. مشاهدينا الكرام، نسيت انوه في بدايه البرنامج، ارقام البرنامج ظاهره اسفل الشاشه حاليا، اي شخص يحب يتصل بينا على واحد من هاي الارقام يقدر يتصل ويبدي لنا رايه ونسمع رايه على الملأ، وايضا عندنا رقم اخر مخصص الى برنامج الواتساب لكل شخص ما يقدر يتصل على الارقام اللايف ويطلع بصوته ويحكي، الرقم ظاهر اسفل الشاشه حاليا، يقدر يبعث لنا رساله على برنامج الواتساب اقراها ان شاء الله في نهايه الحلقه. اتمنى تكون الرسائل متبوعه باسم ومكان الشخص حتى نعرف الرساله وردتنا من وين، علما انه برنامج الواتساب ورقم الواتساب ما اقدر استقبل عليه اي اتصال، عذرونا. ابو عادل من السويد، حياك الله يا ابو عادل. استاذي الله يحييك واحيي برنامجكم الشريف. يحيي اصلك يا رب. الشريفة. طبعا انا احيي المتظاهرين بالعراق. نعم. واحيي انتفاضه الشعب العراقي ضد الحكومه الفاسده.
نعم. ويعني المتظاهرين أعادوا لنا كرامتنا، ويعني ما أدري شو أقول لك، إنه خلال هاي 16 سنة رادد كل الطرق جعل العراق بلد مشوه، بلد ما بي أي خير، لكنه الشعب ثبت العكس. وأنا كلش أشكر الشعب العراقي على هالانتفاضة، كلش فرحانين لهذا الشيء. نعم نعم أبو عادل. ألو. وياك دا أسمعك. أستاذي، يعني نعلن يعني عن تضامننا الكامل مع عوائل الشهداء، والله يرحمهم، يعني يمنح أهلهم الصبر والسلوان، وإن شاء الله منتصرين إن شاء الله. شكرا 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 لك أبو عادل. طبعا مشاهدينا الكرام، الكل يعرف أنه المتظاهرين سلميا على الرغم من الاعتداء على الطلبة، على الطالبات، بحق الناشطين والناشطات، الخطف اللي صار بحق الناشطين والناشطات، رمي الناشطين المختطفين في ثلاجات الخضار مثلا، أو تعذيبهم ورميهم مقتولين ومغدورين، قتل وتعذيب المتظاهرين بأبشع الأساليب، تهديدات الناشطين، بل وصل الأمر تهديد كل من يؤيد الثورة على صفحاته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، والقائمة تطول من محاولات تكميم الأفواه ومحاولات طمس ما يحصل في ساحة التحرير وفي سوح التظاهرات. معنا من بغداد الناشطة أحلام. حياك الله ست أحلام. السلام عليكم أخي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أولاً أشكر قناتكم لتوضيح الصورة. بالنسبة للحادثة اللي صارت، حي أصلك، بالنسبة لحادثة الوثبة. نعم. يعني أنا أريد أعلق في التعليق به. تفضلي. الطفل اللي انقتل، طبعاً عليه القوات الأمنية، صح لو غلط؟ نعم. القوات الأمنية تعرف تسلم طفل، وهي عندها كل الحقوق، تاخذه محاكمة عادلة. من عرفة السلمة، ليش من كانوا يزمون الدواعش ما يسلمونه لأهل الضحايا؟ ليش هسه لحد الآن موجودين بالسجون؟ ليش هسه هذا طفل من طبيته عليه ما عرفتوا تحمون طفل؟ أي دولة تعرف تحمي طفل وتاخذه محاكمة خليه يتعلق؟ لأن هاي يعني معروفة ومكشوفة لقمع المظاهرات، وإحنا نعرف هاي استعملوا كل الأساليب. هم يعني ست أحلام، اللجنة التظاهرات تقول انه هاي محاولة من القوات الأمنية ومن الميليشيات لشيطنة المتظاهرين وشيطنة الثورة وإبادتها. نعم احنا نتوقع هاي الأساليب، وهاي يعني من أحد لقمع المظاهرات، لأن عرفوا هاي المظاهرات رعبتهم، لأن هي بدت مظاهرات سلمية وتنتهي مظاهرات سلمية، رغم بيصير بحق المتظاهرين اللي نشوفه من قتل وقمع وتخريب وتخويف والاساليب. وهسه هذا اسلوب جديد، يستغلون طفل يعني سلاح، يعني ما مع هذا مو مدبر، هذا شيء مدبر على تعاطف الراي العام. احنا احد الاساليب لقمع يعني المظاهرات، واحنا نعرف هذا الشيء، والشارع العراقي واعي. طيب ست أحلام، يعني حضرتك ناشطة في التظاهرات وموجودة في ساحة التحرير، أو ناشطة في الثورة عفوا، المتظاهرين والثوار ما زالوا يؤكدون على سلمية التظاهرات، وبثينا فيديو بعد بداية شارة البرنامج ما قيل في ساحة التحرير والتأكيد على سلمية الثورة، سلمية التظاهرات، سلمية المتظاهرين، عدم الإنجرار وراء هذا الأمر. يعني أنتم كناشطين كيف تنظرون لهذا الأمر؟ بالنسبة لنا مظاهراتنا تسمية وتنتهي لحد تحقيق مطالبنا هي سلمية. نعم. والدليل بسلميتنا، أنت إذا يعني متابع المظاهرات من بدأت الآن، هي إنجازاتها يعني القضاء على الطائفية، إنجازاتها دعم المنتج الوطني، تبوع الإعمار، الفن هناك، هذا اللي يعني اللي أثبتنا بهاي المظاهرات، وهذا الشيء اللي لعبهم دخلوا برؤساء يعني تمثيلي. زين هسه اللي صار اللي بقراج السنة من وحشية، نفس الكلوب اللي هسه صار بهذا الطريق، يعني واضح الفاعل هناك والمستفيد، يعني مبين فيها. من المستفيد من هاي الأوضاع؟ من المستفيد؟ يعني واضحة للشارع العراقي، المستفيد هو من هو؟ يريدون يطلعون صورة هاي المظاهرات
انطت صورة للعالم كله ان هي مظاهرات سلمية وثقافي، يعني يشوهون هاي الصورة بس ما يقدرون، ما يقدرون لان هي يعني بنت اساس صحيح. العفو. نعم، شكرا، شكرا لك اخت احلام، الناشطه احلام عفوا في بغداد من ساحه التحرير. معنا ابو فيصل من السعوديه، تفضل ابو فيصل. دام فضلك، السلام عليك. عليكم السلام والرحمه والاكرام. كيف حالك استاذ؟ يزيد فضلك، الله يخليك بخير، تفضل. تحيه لك وتحيه لقناه الرافدين وتحيه للشعب العراقي السائر، تحيه حيه من قال كل الله يسلمك، كل محافظات العراق الباسلة. هذه استاذ الثوره لم تنتهي بالضحك والحكومه الميليشيات والجرائم التي تفتعل الميليشيات، وعلى اساس الشعب العراقي شعب علم العالم الحضاره، لا تمشي عليه هذه الحركات. وسقوط نظام الميليشيات اصبح قريب ان شاء الله بتواعد ابناء العراق القياره، وسوف يتحاكمون سلم المرجع من سلم وعلى راسهم المرجعيه المجرمه. وشوف دماء العراق لن تروح هدرا ابدا ابدا بوعي الشعب العراقي، وسوف يسقط النظام المجرم هذا الاجرام الذي لم يشهد له العالم مثيل بالاجرام. ولكن الغريب والعجيب استاذ ما يسمى بالجيش العراقي، وهو لا يمثل الجيش العراقي الحقيقي الذي له تاريخ وله فضل على الدول العربيه. هذا الجيش جيش ميليشياوي وتابع، وهو نعرف انه جيش مسلوب الإرادة، لكن لهذه الدرجة لا ما توقعناه على أساس يعني. نعم. وتحية لك. شكرا، شكرا لك أبو فيصل. كان من المفترض أن يفوت ويانا أبو حسام من موصل الحدباء، لكن قطع الاتصال وياه، أتمنى أبو حسام يرجع لنا. أم أزهار من بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك الله. أما بالنسبة أهني 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 وأشد على أيدي المتظاهرين اللي هم متماسكين وقوتهم قوة، وإن شاء الله تبقى قوة، وإن شاء الله رغما عن أنف الأعداء اللي دي يحاولون يزيلون هاي القوة ويحاولون يخلوها متهزهزة بيناتهم ويخشون بيناتهم، مهما عملوا ومهما خشوا ومهما خربوا ما راح يرجعون هم للسلطة بعد مرة، ما راح يرجعون، هيهات يرجعون وشوفهم هسه هم متضاعفين ما يعرفون ايش راح يصير مصيرهم، لأنه اكو المتظاهرين الشعب هو أقوى من الأحزاب الموجودة الفاسدة. أنا أقول لهم يا أحزاب يا فاسدة، ما كفاكم بوق، ما كفاكم فساد، ما كفاكم قتل على الأبرياء. أنا وبعدين أنتوا هل يعني أنت شلون يجي من إيدك يا شرطي يا جندي لابس البدلة العسكرية اللي قاسم عليها قسم اليمين تقتل لك بريء وأنت تعرف أنه بريء، وأنت أنت أنت, أنت يومك يوم جحيم بالنار ان شاء الله، وهذول الابرياء والشهداء بالجنه ان شاء الله يا رب، وان شاء الله ان شاء الله نضحك عليهم مثل ما هسه هم مضعضعين وخايفين. اما 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 انا اقول فشي واحد، هذا الصافي يوم يطلع احسن له، كل جمعه يطلع لي يخطب له فتم خطاب يبرد الناس بها بالكذب. انتوا يعني انا اتعجب على هذول اللي يهزون لها للدين، يا دين هي شبيها، هي المرجعيه لو هي مرجعيه من صدق كان مثل ما قدمت لداعش فتوى تطلع فتوى ممنوع ضرب يعني تمنع الضرب النار تمنع بالقوه، لكن هي مأيدة هاي الشغلة لأن هي مستفيدة، لأنه كل المعممين من الصافي إلى الصدر إلى سليماني إلى عامري إلى كل هالحفالات اللي إجوا من إيران هم إن شاء الله يومهم جحيم ولا أبدا جحيم بعد، مو جحيم واحد. شكرا، شكرا لك أم أزهار. ايوه اشكرك. شكرا، شكرا لك اختي العزيزه. ابو احمد من النجف، حياك الله. ابو احمد من النجف تسمعني؟ اسمعك. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي. الله يعزك استاذ محمد، شلونك احوالك؟ والنعم منك بخير. استاذ يعني ما يدوك
وما يصدر عن السياسيين وما المراوغه يا اخوان المراوغه من هذه الحقنه التي تحصل منذ 2003 الى حد هذا اليوم. نحن نعلم انهم يخلقون الف ذريعه من اجل الالتفاف على المطالب قويه باعلان هذه ما حدث في ساحه مراد منه. اول ما تدخلت مقتدى الصدر ساسحب القبعات الضفاء. انا اوجه كلام للسيد مقتدى، اقول لك يا سيد مقتدى ماذا فعلت القبعات الضفاء؟ هل حمت المتظاهرين؟ الجواب غلط، ولا انها تغطيه او تبطين لما تفعله الشيخ التي تقود المقتدى على اساس هي افضل ما موجود من كل الميليشيات. هي تغطي بوجه مليح على اساس انها تحمي المتظاهرين. اقول لك يا سيد مقتدى انت يعني على اساس ميليشياتك هي احد الميليشيات، انت نفسك شعبيتك بدات تتهاوى. نعم سيد حارس الثاني، نحن كجماهير النجف والجنوب والشمال بعد لا نعول على خطبتك، نحن لا نحضر. انت رجل كبرت وهرمت وقد ملينا، يعني نحن مقيدين بخطبه سيد ايش هو ما شاف القتل. انا ارسل تحيه للسودان وجهي عندما قتل 50 متظاهرا في السودان قامت فاعتقل البشير وحكمه وزبانيته. لماذا يفعل هذا الجيش يعتقل هذه العصابات؟ هذا الكلام جدا مهم. لماذا لا يعتقلهم؟ لماذا يرمونها الكره؟ والله خرسان هم كلهم من اهل المرشح الان شياح السوداني يقولون استقال واصبح مستقل. ما شاء الله في ضحى وليليها اصبح مستقلا، ام انهم يعتبرون ان الشعب العراقي ليس لديه وعي، ليس نعم. لديه الفهم والنظريه السياسيه، يعتبرون نعم. نحن جماد وانهم هم الذين حررونا. نعم شكرا شكرا لك ابو احمد من محافظه النجف. طبعا مشاهدينا الكرام الاعتداءات والاساليب القمعيه ذكرناها من ابرز منجزات حكومات ما بعد الاحتلال من عام 2003 حتى يومنا هذا. طمس الهويه العراقيه الطائفيه، انعدام التربيه، الصناعه، الزراعه، الثروه السمكيه، تصدير الثروه الحيوانيه، خدمات، انقاذ، ازبال، تدمير مدن، سرقه مال، تبديل خيرات العراق، القضاء على سياده العراق لمصلحه ايران. هاي ابرز منجزاتهم، ومع ذلك هم ما زالوا مكلبين، ما زالوا يردون هذا الكرسي ويردون يحكمون هذا البلد. ويانا من بغداد الدكتور ابو الحسن، حياك الله دكتور. دكتور تسمعني؟ يبدو انه الدكتور ابو الحسن انقطع الاتصال ويا من بغداد، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه حول هذا الموضوع. ايضا يعني ما زالوا هم مكلبين بالحكم، مكلبين بالكراسي، مكلبين بالسلطه، مكلبين بمنافعهم على الرغم. لاعبي كره القدم ورياضيين متضامنين للتظاهرات، فنانين وممثلين متضامنين، اساتذه، اكاديميين، معلمين، محامين، مهندسين، فلاحين، اطباء، طلاب، ايش بقى بالشعب؟ كلهم ما يردوهم وهم مكلبين. كل هذول ما يردون هم ذولا لبنه المجتمع اللي يبنوها، اللي يبنوه هسه واللي يبنوه بالمستقبل اللي هم الطلاب اللي راح يتخرجون بهاي التخصصات. ومع ذلك ذولا مصرين ان هم اللي يحكمون وهم اللي يسوون. على كل التظاهرات سلميه ومؤكدين على سلميه التظاهرات، والثوار مؤكدين على هذا الشيء. ويانا ابو عمر من السليمانيه، حياك الله يا ابو عمر. السلام عليكم استاذ. عليكم السلام والرحمه والاكرام. صارت الان من اكثر القصص اتوقع انه انا اتمنى تكون حرب اهليه وحرب ثوار. لا. نعم. لا لا بالعكس لا والله. الحمد لله والشكر انه الشيعه اكثر شيء وعوا على نفسهم. يعني اتحدوا حتى لو بالوقت الضايع اتحدوا على نفسهم. نعم. عرفوا انه 16 سنه هذه صار ساداتهم كبراء ما نسميهم صراحه. ضحكوا عليهم ونصبوا عليهم. شوف كنا نحذر من تاريخ اهل السنه والجماعه بالجمله مئات الاحزاب لا ينسب له وقت
دمروا وسرقوا اموالهم واختشوا نساءهم. كل الحجر يابا راح تنقلب الايه عليكم، فعلا انقلبت الايه عليهم. انقلبت الايه، هم يقتلون طائفتهم. هم يقتلون طائفتهم باشخاصهم، لكن المشكله ليست في ايران. العار ليس في ايران. العار في دول حملت السلاح. هذول كلهم اولاد عشايه من الجنوب والطائفه الشيعيه. ولك شوي خل تصير غيرة عندك على وطنك، على بلدك، كرامة إنسانية، كرامة وطنية، كرامة قومية. أنت شنو لاحق ولا واحد كذاب؟ صارت لي آلاف من الآلاف وأنت لا تطلع هو يقوم وأنت تحمل السلاح وتدافع عنه. نعم. وفي الآن تقتلني بطاعتك أنت. هذه المرجعية، كل من يعتمد على هذه المرجعية هو هو صراحة هو هو يعني ضايع، ضايع نفسه، ضايع الاول والثاني، ضايع الصوره تعبه. نعم. شنو علاقه الصوره واحد ايراني؟ ما شو الشيء هذا ينقي؟ ينقي ايران قوميته تحقيق تدينية على روحك انت، انت مجرد بس اموات للقبور والاضرحه والخمور والسرقات وكل شيء امك مرتبيها. انت سمعت مدير مؤسسه خيريه بالاستثماري اللي يسوي لها صندوق زكاة، صندوق خمس حمي، أسأل خمس عشرة وعشرين مليون، خمس كثير ولا 5 مليون، زكاة طلع من عند الفقراء. طيب. ما ينطي، ما ينطي، يقول له يقول له تطلع حبس مستعدين. طيب ابو عمر، يعني انت قلت كلمه، قلت كلمه بدايه الاتصال، قلت انه احمد الله وشكرا انه الشعب العراقي وعى وما دخل بحرب اهليه ووعى اللي يصير به من 16 سنه. اليوم المتظاهرين والثوار اللي موجودين بساحه التحرير بالخلاني، بشارع المتنبي، بشارع الرشيد، باي مكان في بغداد او بالمحافظات الجنوبيه بالناصريه بالبصره، ما زالوا مصرين على سلميه التظاهرات، يعني من ده هذا دليل على استيعابهم للأمر. أنت رأيك على هذا الموضوع شنو؟ هو الهداية من الله سبحانه وتعالى، يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى هداهم وصرف عليهم نص ما كانوا معه 16 سنة صعبة، وهذا 16 سنة يلا تجي تصحب، بس الحمد لله والشكر أنه صاحبوا الناس عرفوا حقيقة هذه العصابات التافهة، عرفوا حقيقة أن تاريخ الديجة نشر هؤلاء عبر التاريخ 1400 سنة هو صحيح 100%، ما بيكون غلط يا أستاذ عزت. نعم. تعالي رجائي، رجائي أبدا تنجحون، هم يريدون يجرون إلى حرب أهلية ولا حل أن نقضي عليهم. نعم. لكن قسما بالله أكو من هناك من هو جاهز أن يتدخل لهذا الفعل. نعم. شكرا 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 لك أبو عمر. اعتذر لقطع اتصال، لك عندي اتصالات كثيره. ابو عائشه من اربيل، حياك الله حبيب قلبي، شلونك؟ الف الحمد لله، انت شلونكم؟ الله اخبارك، او انت شلونك؟ الف الحمد لله. قول تفضل، انت على الهواء. والله خفت هاي الحاله، والله العظيم هاي يعني هذا ايه شتت بالعالم، يعني والله العظيم كفر كفر والله العظيم. وما شنو شنو شغله؟ نعم. بشكر قناتكم اللي وضح الصوره. ابو عائشه، يعني هوايه ناس تشكر قناه الرافدين على هذا الامر، صدقني هذا مو منا من قناه الرافدين، ولا شكر على واجب، هذا واجب قناه الرافدين اتجاه الشعب العراقي، اتجاه العراق، اتجاه بلدنا اللي نحبه واللي يريده يرجع مثل ما كان واحسن. يعني افضل انجاز واكبر انجاز لثوره تشرين اللي اعتقد انه هو مجنن السياسيين، ما اريد نقولها بالعراق مخبلهم، هو الغاء الطائفيه بالعراق. دحر هذا الفكر اللي صار بالعراق من 2003 إلى اليوم. أبو عائشة وياي؟ لا. أنت شنو رأيك يعني عن هذا الأمر، عن الثورة، شنو انطباعك عليها؟ والله الثورة طالعة ثورة، يريدون حقهم، يريدون حق الشعب العراقي.
شكرا 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 لك ابو عائشه. مشاهدينا الكرام، يعني بغداد والمحافظات ما زال المتظاهرين بها يتواصلون بتظاهراتهم، يتواصلون بالوصول الى ساحات التظاهر. ما زالت وفود المتظاهرين في بغداد تصل، ما زالت وفود المتظاهرين من المحافظات تصل الى بغداد، وايضا اكو وفود توصل الى الناصريه الى ساحه حبوبي. برنامجنا متواصل، اتصالات موجوده، واتسابات موجوده، لكن بفاصل قصير تابعونا. مثل ما تشوفون مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم من جديد. بس مثل ما شفتوا في الفيديو، المتظاهرين نزلوا قطعه شارع وعلقوا عليه اسم شارع شهداء اكتوبر، اجلالا واكراما الى الشهداء اللي سقطوا من 1 تشرين اول الماضي حتى اليوم. ويانا من اسطنبول خالد، حياك الله يا خالد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظك. بالنسبة أستاذي الكريم، الانتماض المبارك اللي تحصل بالعراق هي شرف للعراق والأمة. نعم. لأن اليوم إذا انتصر العراق انتصرت الأمة، وابتعدت عن الاحتلال الفارسي والأجنبي. نعم. اليوم الشباب العراقيين يقاتلون عن الجميع وليس عن العراق فقط. نعم. فيجب على كل عراقي شريف في الداخل والخارج ان يدعم هذا الانتخاب المبارك. نعم. وانا حقيقه انادي يعني المشايخ ان يقوموا في دورهم الاخلاقي بحمايه المتظاهرين، وهذه هي راح تكون النقطه الحاسمه. لكن المشايخ يحتاجون الى توحد والى يعني مبادره طيبه يقوموا بها بعض المشايخ في الداخل والخارج. عندما يتحد الشيوخ صدقني أخي الكريم سينتهي كل ما يعني موجود بالعراق، هالمأساة اللي بكل يوم الدماء تسقط من الشباب الحلوة الجميلة. فإحنا اليوم الناشد حقيقة كل المشايخ بكل المحافظات، أن كل يعني شيخ عشيرة أو قبيلة أو أمير، يعني أنا ما أعرف الأمراء ما شاء الله، أنا أعرفهم شخصيا لكن من غير ذكر أسماء. نعم. ما شاء الله يعني أسماءهم رنانة، لكن لا أعرف ماذا يفعلون اليوم. يعني اليوم إحنا عندنا بكل محافظات الجنوب والفرات الأوسط يعني ساحات للتظاهر والانتفاضة. يجب على كل محافظة أن يقوم هؤلاء الشيوخ بحماية أبنائهم. نعم. وهذا أقل شيء يقدموه اليوم ويسجلوه وسام شرف لهم. طيب. بكرة التاريخ ما راح يرحم أحد. نعم. هؤلاء المشايخ عندما يعني يجلسون في بيوتهم او يتقون مع قادة الاحزاب، الاحزاب لم تبقى ولن تبقى هذه الحكومة. العراق اليوم يحتاج حقيقة الى شجاعة. انا اتحدث عن المشايخ، اما الشباب ابدوا شجاعتهم والفتيات ابدوا والطلبة وكل ما موجود بالساحات اليوم هم شرف للعراق وسام يعني نصر لكل العراقيين. ولكن نسأل الكبار اليوم اللي مفروض دورهم يكون حاسم لهذه المرحلة. نعم. وحقيقة يعني هم أرجع وما أريد أطيل عليك الحديث، أرجع وأقول اللي طالب ومن صالح هذه الانتفاضة، يجب اليوم الكل يأخذ دور الأخلاقي ويدعم هذه الانتفاضة حتى يعني نكف من سيل الدماء التي تجري. نعم. والكل يتفرج. وشكرا لكم وإن شاء الله الرسالة وصلت للجميع. شكرا 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 لك اخ خالد. عاود الاتصال بنا الدكتور ابو الحسن من بغداد، حياك الله دكتور. مرحبا، السلام عليكم استاذ محمد. عليكم السلام والرحمه والاكرام. دكتور ابو الحسن، يعني موضوع الحلقه اليوم اللي اخذناه هو ثوره تشرين وما حصل في ساحه الوثبه واصرار المتظاهرين. انا مو اللي صار بساحه الوثبه وموضوعي، انا موضوعي هو اصرار المتظاهرين على سلميه ثوره تشرين. شلون تعلقون عليها دكتور؟ الحقيقة هي انطلقت
انطلقت التظاهرات في الأول من تشرين كانت مطلبية، نعم، على الخدمات وعلى التعيين وعلى الوظائف، نعم، وهنالك رجاء لعل هذه الطغمة الفاسدة هنالك أمل في أن تصلح من وضعها وتستقيم الأمور، نعم، ولكن هذه العصابة الإجرامية التي حكمت العراق، نعم، بالنيابة عن إيران أثبتت لا سبيل للخلاص منها إلا برفع سقف المطالب، نعم، ويكون الشعار العتيد العظيم الشعب يريد إسقاط النظام، نعم، وعلى مدى 7 أسابيع وقدم الشعب العراقي خيرة أبنائه وبناته وصنع ملحمة للثورة في ساحات التحرير، أدركت هذه العصابة إن مصيرها قد قرب ونهاية حكمها قد أزفت، نعم، وهذا ما ينطبق عليهم قول الشاعر: يتمهل الباغي عواقب بغيه وتراهم يستعجلون عواقب حتى كأن مصائرا محتومة سودا تنيلهم منى ورغائب. فإن حالة البطش والشراسة في التعامل مع المتظاهرين السلميين قد قربت أجل هذه الحكومة وتبشر ببداية عهد جديد للعراقيين. طيب دكتور، يعني فاستخدمت هذه العصابة، نعم، الرصاص الحي والغازات والسكاكين والاعتقالات والاغتيالات، وحينما عجزت هذه العصابة الإجرامية من كسر هامة هذه الثورة لجأت إلى تشويه سمعتها وتشويه وجهها المشرق من خلال ما حدث في الوثبة. طيب دكتور، أنت قلت في بداية كلامك أن التظاهرات انطلقت في الأول من تشرين وكانت مطلبية، كانت تطلب خدمات وكانت تطلب إصلاح في بادئ الأمر، لكن ما حصل بعد ذلك إصرار الطغمة الحاكمة الفاسدة على تصعيد المطالب حتى حصل أو كان شعار الشعب يريد إسقاط النظام. لكن سؤالي هنا، الشعب العراقي لم يسكت منذ سنين، فخرج التظاهرات مسبقا في البصرة وكانت مطلبية أيضا، وخرجت في ذي قار، وخرجت في ميسان، وخرجت قبلها في المحافظات الست المنتفضة في الأنبار وصلاح الدين وديالة والتأميم والموصل وبغداد. لكن ما الذي حصل اليوم لتكون المطالب أعلى سقفا؟ هذا مرتبط في وعي الشعب العراقي. حقيقة أن هذا الجيل الأسطوري لم يكن خروجه عفويا كما يشاع، نعم، إنما هو تمثل الثقافة العراقية وتاريخ الكفاح لكل العراقيين منذ تأسيس الدولة العراقية لهذا اليوم، نعم، وارتفع صوته باسم العراقيين جميعا بعد 16 عاما من الضيم والاستهتار من هذه العصابة الطائفية الكهنوتية اللصوصية المجرمة، نعم، ولهذا نجد صلابة عود الثورة، ولهذا نجد أن الشعب العراقي قد عبر عن عمق حبه لبلده ورفضه لأي احتلال، لا سيما الاحتلال الإيراني الذي أكل الأخضر واليابس. نعم. طيب دكتور، يعني الصمود الأسطوري الذي أشرتم إليه فاجأ الجميع، فاجأ الأمريكان، فاجأ إيران،
فاجأ السياسيين، فاجأ العالم أجمع الذي كان يتكلم بشتى الكلام عن الشعب العراقي وأنه سكت عن الاحتلال وسكت عن السرقات وسكت عن ما فعلته الحكومات وعن الطائفية وعن الكثير. لكن عفوا، هذا الصمود الأسطوري أين كان مختبئا داخل الشعب العراقي طيلة 16 عاما؟ أحسنت، هذا سؤال مهم جدا، وأجيب عليه بالقول ليس غريبا على العراقيين، وهم بناة الحضارة ومن بلادهم تشرق شموس الثقافة والشعر، ومن هذه الأرض وعلى هذه الأرض ولد أول حرف وولدت أول مسلة، وهم بناة الجنائن المعلقة والزقورة، وهم من بين ظهرانيهم خرجت المدارس النحوية، وكانت لهم المستنصرية والنظامية ودار الحكمة، وفي بلادهم في بلاد العراق بلاد الرافدين كان أول معجم للعرب، فقد ادخر هؤلاء الفتيان، هؤلاء الثوار الأسطوريين المرابطين على جبين الشمس، ادخروا هذا الوعي الناضج كما تدخر الغيوم الصواعق، ولهذا انفجروا بوجه الطغاة، انفجروا بوجه الذيول، انفجروا ولا عودة إلا بإسقاط هذا النظام. نعم الدكتور أبو الحسن، وإنما يدار الآن عن ترشيح، وإنما يدار إذا يسمح لي الأستاذ. نعم تفضل. وإنما يدار الآن من ترشيح لرئيس الوزراء، وهو تدوير نفايات هذه الأحزاب الفاسدة، الشابندر وما يسمى بحر العلوم، وأخيرا الشيع السوداني عضو حزب الدعوة جناح المالكي، كل ذلك موضع تندر واستهزاء وازدراء لكل الثوريين ولكل الأحرار. نعم. لا رئيس وزراء للعراق إلا من رحم التظاهرات، إلا بمواصفات التظاهرات، وأولى تلك المواصفات والشروط في رئيس الوزراء أن يكون شجاعا في اعتقال كل هذه الحقد، كل هذه الزمرة الفاسدة. نعم. المالكي والجعفري والعلاوي والعبادي وعبد الفتاح عبد المنذري وكل قادة السياسيين التي عبثت في البلاد ودمرت بلادنا حتى القادة يكون خارج التاريخ. دكتور أبو الحسن من العاصمة العراقية بغداد، أعتذر منك لقطع الاتصال، لكن هنالك رداء في الصوت يبدو من المصدر. علي من الناصرية، حياك الله. علي من الناصرية، عفوا، يبدو أن انقطع الاتصال ويا علي من الناصرية. كان من المفترض أن يكون ويانا أبو مالك من الولايات المتحدة الأمريكية، همنا انقطع الاتصال ويا. أتحول إلى رسالة واتساب. عندي رسالة من حميد من بغداد تقول: حكام المنطقة الغبراء إش كثر لعبوا على وتر الطائفية وفرقوا الشعب وحكموا 16 سنة على هاي الفتنة، روحوا شوفوا شباب ساحة التحرير من كل محافظة، شخص من كل طائفة أخرى وقومية وديانة، شباب الثورة سحقوا هاي الفتنة وقبروها تحت أقدامهم، منين لكم بعد شماعة وبعبع تخوفون الناس بيها؟ عفوا. عندي رسالة أخرى: تحياتي لقناة الرافدين صوت الشعب، نورت أستاذ. نجاح الثورة في خروج أصحاب القبعة الزرقاء التابعين لمقتدى العميل، فمنذ دخولهم الساحات بدت الفتن، مقتدى الصدر لا يستوعب كره الشعب له، وبعده يظن بإمكانه ركوب الموجة، هيهات وهيهات أيها الذيل الإيراني. تحياتي أنا الثائر بدير تشيل وهيب من ذيقار منطقة عمايرة. تحية إجلال وإكرام لأبناء عمومتنا العراقيين الأبطال، أخوكم من مدينة المحمرة، حياك الله. تحياتي لكم ووفقكم الله. أتعجب من حديث البعض عن مسؤولية ودور القوات الأمنية في حفظ المتظاهرين، أليست هذه القوات جزءا من النظام الفاسد؟ محمد عارف من نيوزيلندا. السلام عليكم، تحية لقناتكم الشريفة، كل يوم أدعي العراق والمتظاهرين في صلاتي، أخوكم أبو علي المتابع من إسطنبول. إيمان النشمي من النمسا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ألف شكر لقناتكم الراقية ونظل نتابعها،
الله يحمي شبابنا بدأوا بسلميتهم وهم ثابتين عليها، أما الاتهامات هي طريقهم لإحباط معنويات المتظاهرين. شبابنا شجعان، لا تهمهم هذه الادعاءات، هم سائرون والكلاب تنبح. السلام عليكم، أنا أبو فاطمة من بغداد، بارك الله بكم على هاي القناة الرائعة اللي لا توجد قناة مثيلة لها. الله يحفظكم ويحفظ قناتكم. أرجو أن تقرأ هاي الرسالة على الشاشة. أبو فاطمة من صليخ، حياك الله أبو فاطمة. تحية طيبة لقناة الرافدين، المنبر الشريف نورت أستاذ أفل. من قام بقتل هذا الشاب وتعليقه في ساحة الوثبة؟ هؤلاء مرتزقة من قبل قوات الأحزاب لتشويه سلمية الثورة، لكن عتبي على بعض الناس الذين طعنوا بإخوتهم المسلمين الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة في بلد نفطي. الحذر من الأحزاب. تحياتي أخوكم الثار عبد حجي علي رومي أبو هيثم. السلام عليكم على قناة الرافدين قناة الشعب. أخي أريد أعرف خطاب الجمعة، يقولون المتظاهرين السلميين لعد ليش ما يسوون شيء؟ والله كلها بيديهم. أشكر كل مذيع بالرافدين العظيمة. آني فاتن من ألمانيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا المواطنة حنان من بغداد، أشكر قناتكم الرائعة، إحنا نبقى سلمية رغما عن أنوفهم. مساء الخير على العراق العظيم وعلى قناتكم الشريفة. أستاذ، اليوم الحكومة والأحزاب الفاسدة والمرجعية يستنكرون جريمة ساحة الوثبة وما يستنكرون قتل الشباب والشابات بساحات التظاهر. حسبنا الله ونعم الوكيل على هاي الحكومة والأحزاب الفاسدة، والنصر قريب إن شاء الله. أخوكم أبو سيف الكردي من زاخو. السلام عليكم، تحية طيبة لكل العاملين بقناتكم المحترمة. أنا أثق بالمتظاهرين وبسلميتهم، وهذا الفعل الذي اتهمون به مندس طفل هذا بالوثبة، هذا مخطط من الفاسدين حتى يشوهون صورة المتظاهرين سلميين. لهفة من ألمانيا. رسالة أخرى، تحية من القلب إلى قناة الرافدين والعاملين فيها وكادرها الوطني، صوتكم هو صوت الوطن. أخي أستاذ، عصابة داعش الخضراء استنفذت كل مكرها وآخرها جريمة ساحة الوثبة التي كانت من تخطيط مدبر من عصامة الغبراء وميليشياتها لكي يسحبوا البساط من أرجل الثوار، لكن خسئوا الثوار سلميين وسيبقون سلميين حتى يأذن الله لهم بالنصر المبين، حتما سينتصر الشعب. أخوك عماد الدين كامل بدوي الدليمي من مصر العروبة. حيا الله الشعب العراقي اللي قاعد يرسل لنا رسائل كثيرة، وأعتذر عن عدم قراءتها لضيق الوقت. تحية طيبة لكل من اتصل بنا بالبرنامج وأبدع الرأي. تحية للمشاهدين اللي قاعدين يتابعونا خلف شاشات التلفاز. حلقة برنامج صوتكم انتهت مشاهدين الكرام. ما زال المتظاهرين صامدين بساحات التظاهر في ساحات الثورة وهم سلميين ويؤكدون على ذلك. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة. إلى اللقاء.